شكرا زميلي عادل يقف الى جانبي صاحب السمو الملكي الامير عبد الرحمن سعد رئيس مجلس اداره نادي الهلال. اداء طيب ولكن البركه مبروك تستاهلون الله. سمو الامير بدايه النتيجه ثقيله، الهلال في نفس المحطه يتعثر كما كان في الموسم الماضي، هذه المحطه الاياب، الحديث عن الاياب، هل يكون ممكن للهلال ان يعدل النتيجه؟ كل شيء ممكن ولكن صعب، نتيجه ثقيله وكنا سيئين، ما في عذر يعني، بس ما ادري اعتقد انه في ضربه جزاء لياسر كان ممكن تخلص النتيجه، ما كانت حتلغي المساله. اعتقد انه رادوي ضرب ما شفته انا، ما ادري اللي عرفت انه انكسر انفه او شيء زي كذا، هذا اللي كنت احذر منه من قبل انا. لما كنت اتكلم انه يعني الخشونه، ما علي نادي بعينه بالمناسبه، انا ترى يعني اتكلم بشكل عام وادعي على كلامي ما حصل اليوم، ولكن هزيمة ثقيلة، وأعتقد المدرب كمان ما وفق في التغييرات، إخراج طارق الطائب كان خطأ في رأيي، سننظر ماذا سنفعل الآن. المهم عندنا الحين أعتقد نحاول نظهر بشكل جيد في الإياب، المهم الآسيوية كمان ما تروح لأنه الدوري راح، وهذه البطولة شكلها ما هي ما لنا أمل فيها كبير، نأمل أن الأسيوية ما تكون كذلك إن شاء الله. أبو فيصل، بالنسبة للكرت الأحمر كابتن ياسر، وياسر تحدث في كرت سابق لأنه آخر الكروت، اليوم ياسر يحصل على كرت نقد بالنسبة للفريق؟ ما أعتقد الكرت الثاني هذا ما يعني ما كان واضح إنه يعني البركة كابتن، البركة الله يسلمك، ما كان يقصد إنه يعني يأخذ طرد فيه يعني، ما يعني فبالتالي كرت طبيعي هذا، ما هو خصوصا إنه أعتقد إنه ما مثل في، يمكن يكون ما هو بلنتي بس ما مثل الضربة الأولى اللي بس. شكرا لك.